شاب عمره 32 سنة أصيب بمرض السرطان في طفولته حين كان عمره 12 ربيعا، مما جعله يتوقف عن الصيام لمدة 4 سنوات متتالية بسبب العلاج الكيميائي والإشعاعي. ثم بعد أن استعاد عافيته ولله الحمد رجع للصيام. هل يقضي تلكم السنوات؟ نعم يقضي، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.